التدابير المتخذة لتقليص والوقاية من حوادث السير للسيدات والسادة النواب المحترمين فارق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا. السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيدات والسادة النواب المحترمون، سيد الوزير المحترم، نسائلكم سيد الوزير عن التدابير الوقائية والرضعية التي اتخذتها وزارتكم لتفعيل وتنزيل مقتضيات مدونة السير الجديدة، علما أن حوادث السير لا زالت في ارتفاع مهول وطرقنا ما زالت على حالها بل الأسوأ، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء، وذلك للحد من نزيف حرب الطرقات الوطنية وتقليل حجم الخسائر البشرية والمادية. شكرا. شكرا السيدة النائبة. السيد الوزير. رئيس السيدة النائبة المحترمة، الحكومة في إطار ما تفضلت به عندها استراتيجية وطنية اللي هي استراتيجية عشرية اللي تتمشي ب 2017-2026، وهذه الاستراتيجية فيها أكثر من 310 ديال الإجراءات واللي مقسمة إلى محاور خمسة رئيسية ومحددة وموجهة إلى خمس فئات اللي تتعاني من الطرقات ومن الحوادث ديال السير. لا يسع المجال اننا نتحدثوا عليها، لكن انا مستعد نجيو للجنه ونتذكروا في هذا الشيء. النتيجه هو انه عكس ما يسوق له لا في الوسائل الاعلام ولا في الواقع، يظهر على انه الاحصائيات اللي عندنا الرسميه اليوم تتبين على انه هناك تراجع في عدد القتلى على الصعيد الوطني خلال الخمس سنوات الاخيره، وفي هذه العشر شهور الاولى ديال 2017 نحن ناقص 1.7 من عدد القتلى. شكرا. شكرا السيد. تعقيب السيدة النائبة. شكرا سيد الوزير. جميل أن تتوفر بلادنا على الترسانة، هذه الترسانة القانونية كما جاء على لسانكم سيد الوزير. سيد الوزير، كانت هناك استراتيجية وطنية أولى ولم تجد ولم تنحو إلى المقصود منها، ونحن الآن كما قلتم في استراتيجية وطنية ثانية. المشكل سيد الوزير ليست في تصدير قوانين وإنما في تطبيقها، وهذا هو بيت القصيد. ما نريده هو إيجاد آلية فعالة لتطبيق هذه المقتضيات، آلية لتحديد وتوحيد من سيراقب ومن سيعاقب، من سيراقب من ومن سيعاقب من، آلية تحد من قتل أزيد من 3000 مغربي كل سنة، والإحصائيات والأرقام المهولة تعرفونها بخصوص عدد الحوادث والجرحى والقتلى، وتخلف آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية فضلا عن التكاليف المالية والاقتصادية. السيد الوزير، نسائلكم ماذا عملت الحكومة بخصوص البنية التحتية الطرقية من تجهيز للطرق وتوسيعها، وأيضا الحالة الميكانيكية للعربات، زد على ذلك غيابات الإشارات. شكرا. شكرا السيدة النائبة. هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في بعد ثواني. شكرا. القول بان سيد النائب ان الاستراتيجيه ديال العشريه الاولى 2003-2013 ما عطاتش نتيجه، هذا قول مردود عليه، لانه النتائج تؤشر، اقول النتائج والارقام اللي من منظمه لو ام اس العالميه للصحه والسين باك ديالنا اللجنه الوطنيه تؤشر على ان الاستراتيجيه كانت عندها اهداف وحققت الجزء الكبير منها، وهذه الاستراتيجيه ديال اليوم هي تنكملوا بها في اطار الاستمراريه على اساس اننا نوصلوا للاهداف الرئيسيه والحقيقيه. تكلمتي على الكنترول التقني، على المراقبه التقنيه، نحن نشتغل عليه في اطار منظومه جديده وعقد برنامج مع المهنيين اللي نحن غنفعلوه، والاطار الثاني ديال الحاله ديال الارض. شكرا سيد الوزير.